السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. شخص طلب مني مبلغا من المال، الله يبارك لك، ووعدته بأن أعطيه، لكن وهو يكلمني أخبرني بأنه سيجمع هذا المال ليعطيه لشخص ليدخل به ابنه إحدى الكليات. يعني خلينا صراح، يريد أن يدخل كليته ابنه كلية الشرطة، الكلية الحربية، فلا يدخل مثلا إلا برشوة، فبيأخذ المال من الشخص حتى يعطيه لشخص لواء أو غير لواء كي أو عضو مجلس الشعب أو أي واحد من أجل دخل ابنه الكلية. لا تفعل، لا تعطيه، واعتذر له بوضوح وجلاء، قل لا أعطيك لكذا كذا كذا. الحكم يكون معلل يريح، وإن حزن منك الآن سيشكر لك ذلك فيما بعد.